مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد، سعيد بخدمتكم في هذه الأمسية في البلاد اليوم للحديث دائما على الاعتداء الإرهابي أو إرهاب الدولة الذي مارسه النظام المغربي في حق تجار، أقول تجار جزائريين ذهبوا للاسترزاق والتجارة وتوطيد العلاقات الأخوية والتجارية مع إخواننا الموريتانيين في نواكشوط، ومن خلال نواكشوط دول إفريقية أخرى. إذن نحاول أن نناقش الخلفيات والأبعاد لهذا إرهاب الدولة الذي قالت عنه رئاسة الجمهورية في الجزائر أنه لن يمر دون عقاب. نحاول أن نناقش الخلفيات والأبعاد تاع هذا الفعل غير المعزول، والمؤشرات تاع السلاح المستعمل تدل أنه فعل غير معزول، بل هو فعل مع سبق الإصراري والترصد. أسعد باستضافة الدكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية، مرحبا بك أستاذ رضوان لمناقشة هذا الموضوع على قناة البلاد اليوم. بارك الله فيك أخي محمد، ومرحبا بكل مشاهدي قناة البلاد. طيب رضوان، أنا قلت بأنه سامحني نقول لك رضوان لأنه أخي العزيز، يعني اللي ما تفصلش بيناتنا الألقاب العلمية أكيد. رغم أنه أكيد. اللقب العلمي تاج فوق راسك، بارك الله فيك، وزياده في راس مالنا حتى احنا تاج فوق رسالنا. اذا استاذ رضوان، انا قلت بانه فعل مع سبق الاصرار والترصد وانه غير عمل معزول ولا خطا، وانا نضيف لك غير صدفه وغير اعتباطي ومخطط له، مش غير مخطط له، ويبدو انه مخطط له جيدا من حيث التوقيت وكذلك من حيث اختيار الاهداف، لانه هؤلاء الشهداء حتى المكان لا هي هو واش معناتها مخطط له اخي محمد، هو يعني مدروس، يعني ما لانه اول شيء هؤلاء التجار اللي هما مدنيين اولا، نعم. نضيف لهم كلمه تجار مدنيين، نعم. يعني تعودوا على ذلك الطريق، يعني نعم. التراجي هذا متعودين عليهم حتى أسلافهم، يعني ماشي فقط يعني من البارح والجزائريين يروحوا إلى موريتانيا. بالمناسبة رضوان، طريق تندوف موريتانيا طريق يعود إلى العهد الروماني، صحيح، هذه معلومة مؤكدة يعني. صح صح، لا هو بغض النظر كاين معبر تندوف مباشرة، لكن هما مادام راحوا من ورقلة إلى آخره دخلوا الأراضي الصحراوية المحررة، نعم المحررة، يعني ما كانش تبرير وحتى لو كانت غير محررة، هي ما هيش أراضي مغربية باش نعم. المغرب يتجرأ ويضرب ويقصف في مدنيين، وعلى فرض أنها أراضي مغربية سيروان. لا احنا عندهم عائلات ترى مازالهم داخل الحدود ومخليينهم وإلى آخره، ووقعت في سابق يعني على أساس حسن الجيرة، لكن المغرب اليوم كما قلت لك راه خطط لهذه العملية. منهم هؤلاء فيهم اثنين من أعضاء الطريقة التيجانية، هذه ما نقدروش نجاوزوا هذه النقطة، في أول نوفمبر، نعم. يعني تاريخ رمزية كبيرة للجزائريين، تاريخ أيضا لوقف أنبوب الغاز اللي يمر عبر المغرب نحو إسبانيا، نعم. لماذا في هذا الظرف بالذات؟ لماذا ماشي في 2 نوفمبر في اليوم في أكتوبر في الصائفة؟ لماذا في أول نوفمبر وفي هذا الظرف بالذات؟ وعلاش لماذا ماشي في 2000 في 2005؟ لأنه اليوم الشيء المستجد وهو الكيان الصهيوني، اليوم المغرب يعني بين مزدوجتين، الرجلة هذه المزعومة اللي بانت اليوم وين كانت في السابق؟ لأنه اليوم راه يتحامى، واضح أنه يتحامى في الكيان الصهيوني، باش ما نقولش تحول إلى دمية في يد الكيان الصهيوني. علاش ما دارش المغرب هذا الشيء في السابق؟ رغم المغرب أستاذ رضوان، رغم أنه نحن نعرف الآن مسموح لنا أن نقول ما ينبغي أن يقال في حق المغرب، نحن صح. نعرف أن المغرب يقود حروبه دائما واعتداءاته ومواقفه بالوكالة، صح. بكري وكان خدام عند دولة المستعمرة، وهو اليوم ما زالوا تحت الحماية تاع المستعمر صح. القديم، الآن راه زاد كما يقولوا كيان جديد، كيان جديد
يقوم بأدوار بالوكالة في مكانه يعني. صح، لا هو عمل مخطط، وحتى هذه عملية تخطيط، وحتى العملية في حد ذاتها نظام المخزن هو نظام جبان، ما يملكش هذه الشجاعة لتخليه يقوم أنه يقصف وعلى باله باللي شحنة جزائري على الأقل بالماتريكيل يعرفون باللي جزائريين مش بعد ما يدير لكش تبريرات، وكنت نظنهم إرهابيين، وكنت نظنهم تاع تهريب، وكنت نظنهم بوليزاريو، وكنت هو راح يحاول دائما يبحث عن مبررات، لكن يبدو أنه لديه ضمانات. أنا قلت من المستعمر السابق اللي هو خلينا نسميه محمد الأشياء بمسميات فرنسا، بالإضافة إلى الكيان الصهيوني، حتى يعني النظام المخزني هو نظام غبي، ما يقدرش يخطط بهذا الدقة وينفذ هذا العملية، وهذا لا يعني لا يمحيش المسؤولية عليه، بالعكس طبعاً. لأنه أسلحة متطورة لجات كلمة مهمة في بيان رئاسة الجمهورية تدل أستاذ رضوان لما نولوا للبيان نولوا للبيان تاع رئاسة الجمهورية فيه عبارات دقيقة جدا. صح. يعني جاء بدقة متناهية، قال أسلحة متطورة جدا، قال دون عقاب، استعمل عبارة إرهاب دولة، يعني هل في تقديرك أستاذ رضوان الاحتلال المغربي؟ نعم الاحتلال المغربي. هل في تقديرك اليوم أستاذ رضوان رئاسة الجمهورية كانت لتصدر مثل هذا البيان لو لم يتوفر لديها من المعطيات ما يقطع الشك باليقين؟ يعني لا صحيح، ونضيف لك شيء أنا أعتقد أهم قبل من المضمون هو الشكل. نعم. ما هو الشيء اللي بان في الشكل؟ أهم شيء في اعتقادي الشخصي المتواضع هو فترة صدور البيان، يعني منذ الحادثة. نعم. حتى البيان 3 أيام، يعني نعم. ما نقولوش بيان متسرع، بالعكس خذوا كل الوقت لي جمع المعلومات الكافية ثم صياغة البيان كما ينبغي، يعني ما خلوهاش في حالة من التعتيم إلى آخره، يعني أعطوا البيان موجه للرأي العام الدولي، ما هوش موجه للجزائريين فقط، راه بيان لفتح هذا الكيان الإرهابي. حتى نهضروا على المغرب، لأنه حتى المغرب بالنسبة لنا اليوم أصبح كيان رغم مزروع في القارة الإفريقية، أصبح تهديد للقارة ليس فقط للجزائر. والدليل اليوم شفت عدد من التدخلات، منها الخليفة العام لطريقة التيجانية، وهو من نفس منطقة أحد الشهداء، وأكد انتماء أحد شهداء للطريقة التيجانية، وشاهد آخر ثالث لا لكن هناك ما يسمى بإدانة جماعية. يعني كنقولوا الطريقة التيجانية 500 مليون عبر العالم. نعم. يعني نصف مليار نسمة نتكلم على الجزائر، على النيجر، على مالي، على موريتانيا، السودان، أفريقيا، ومتواجدين. نعم. يعني تقدر توجدهم في أوروبا، في كل مناطق العالم، لكن إفريقيا صح هي العمق الاستراتيجي للطريقة التيجانية، وكنت تحرك الطريقة التيجانية على الأقل. أنا شفت صريح للخليفة العام للطريقة التيجانية وهو جزائري. نعم. يعني وضع ثقة في بيان رئاسة الجمهورية، وقال أنه يعني الشيء اللي راح تقره السلطات الجزائرية هو موافق عليه باسم الطريقة التيجانية. على الأقل هو كما نقوله راهو كارما، لأنه لو تحركت لك 500 مليون يعني في عدم الدول المغرب يمكن مسحها يعني في يوم واحد. تخيل. صحيح. تخيل الملايين يتحركوا عن بالك طريقة أبناء ل 500 مليون هذو ما ماهمش من مبدأ المواطنة، راهم جزائريين. نعم. عندهم جنسية جزائرية، لكن راهم أبناء الطريقة التيجانية، وهو أمر جد خطير ويجب استغلالهم باش نكونوا مراقبين. وهل يعتبر أستاذ رضوان، وهل في تقديرك يعتبر هذا البيان هو رد على المخزن أم أنه جزء من الرد فقط؟ لا، هي بداية فقط، هو 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 يعني بداية العقاب في حد ذاته. يعني المغرب اليوم راه في حال طوارئ، لأنه قرأ كلمة دون عقاب وراه ينتظر في العقاب. هو مثل ذلك التلميذ الغبي الذي لا يتعلم أبدا وينتظر العقاب، قال أراني إحنا عاقبك غدوة، ويبقى ينتظر ذلك العقاب. هذا في حد ذاته راه عقاب نفسي. أستاذ رضوان، إحنا باش إحنا رأنا الآن نتحدث عن الأبعاد، خليني حدثني شوي عن الخلفيات. ماذا بيا الجزائريين يعرفوا
ما هو الشيء الذي دفع المغرب بيقوم بهذا الشيء، مع الملاحظة أستاذ رضوان أنه مثلا أنا أقرأ في صفحات الفيسبوك نحن لا ندعو إلى قرع طبول الحرب، صح، ولكن يعني نبدي مطلق تضامننا مع الدولة الجزائرية ومع ما تتخذه السلطات الجزائرية في هذا الشأن. لا أكيد الموقف والقرار الأخير يعود للسلطات اللي عندها المعطيات، كل المعطيات اللي ربما ما جاتش كلها في البيان. هو يقول لك سلاح متطور، ما عطاكش نوع السلاح، لكن مادام قال متطور أكيد يعرف نوع السلاح ومنين جابته المغرب، لأنه المغرب أصلا ما عنده سلاح ولا يتحكم في هذا التقنيات. البيان أكد أنه يملك معلومات وما هيش فوضى في العلاقات الدولية، ولا نقعدوا شغل نشرشوا للمغرب لا، ولا اتهامات باطلة لا. مادام ذكرنا الاحتلال المغربي يعني كاين معلومات لدى الجزائر، لأنه الجزائر ستسأل من طرف بعض القوى. دونك الولايات المتحدة يتصلوا بالجزائريين علاش اتهمتوا المغرب، فرنسا، ألمانيا، الجزائر لديها المعلومات والأدلة، وإلا ما تصدر لكش بيان مثل من هذا النوع. لذلك أعتقد أنه البيان جاء في وقت مناسب غير متسرع. الآن إذا كان يعني الآن الجزائر تأكدت أنه المغرب ولذلك أصدرت البيان، كيف راح يكون رد الفعل في تقدير؟ لا، هو السيناريوهات صراحة هذه المرة مفتوحة على كل الأصعدة، من الخيار العسكري إلى يعني أبسط خيار وهو يعني تجاوز الأمر وهو أمر مستحيل. وقضية يقول خيار عسكري مش بالضرورة حرب. طبعا هناك، لكن كان أمور ربما سيتم إعادة النظر في تأمين تلك المنطقة نعم. عسكريا والرد بحزم يعني عدم السكوت، الرد بحزم تضرب مضرب. نعم احنا طبعا من حق الدولة الجزائر دولة ذات سيادة، ومن حقها أن تدافع على سيادتها. القانون الإنساني العرف يعطي هذا الحق أخلاقيا نعم. يعطي هذا لا يجوز. طيب في حال ما تأكدت هذه الدول الغربية أنه المغرب هو الذي قام بهذا الاعتداء، في تقدير كيف راح يكون موقف هذا الرد؟ العزلة، عزل المغرب، هذا عقاب وعقاب. كي نقول عزل المغرب، عزله اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، يرجع شغل له جزيرة، يرجع شغل كيان مزروع في إفريقيا ما عندوش علاقة مع، نقدر نخرجه حتى من الاتحاد الإفريقي نقدر نسلطوا عليه عقوبات اقتصادية نعم. مش من طرف الجزائر بقى، من طرف نعم الجزائر، حتى مجلس الأمن يستطيع الوصول إلى مثل هذا العقوبات. هو من الصعب لأنه مجلس الأمن في حلفاء للمغرب، لكن لدينا حلفائنا أيضا، لدينا الصين، لدينا روسيا. إن أكدنا هذا الأمر توقف عليهم العلاقات مثلا التجارية. أستاذ رضوان سامحني، حتى الولايات المتحدة الأمريكية ليست حليف 100% للمغرب يعني في صحيح. حتى باش نتفهموا، ربما الحليف الوحيد اللي ممكن تعتمد عليه هي فرنسا، أما الولايات المتحدة فليست حليف 100%. وحتى فرنسا بإمكاننا نحن الجزائريين إذا كان الضغط يعني عندنا وسائل ضغط كثيرة جدا. وهذا هو العقاب كيفاش راح يبدأ، لأنه البيان جاء فيه لن يمر هذا الحادث أو هذا العمل الإرهابي إلى آخره دون عقاب، ما قالش دون رد، قال دون عقاب. وش معناتها العقاب؟ أنك ستعاقب، ستؤدب المتسبب وهو المملكة المغربية. دوك تبقى الطريقة، فضحه أمام العالم عقاب نعم، الرد عسكريا عقاب وإن كان مستبعدا وليست من شيم الجزائر، لأنه سيدخل المنطقة في صراعات نحن في غنى عنها. وحتى المغرب يعي هو وش راه يقول من جهته، راه يقول الجزائر تريد جرنا إلى الحرب، مع العلم هو من يحاول ذلك بدعم طبعا من الكيان الصهيوني تحديدا ثم المستعمر القادم. لكن المغرب لا يستطيع مواجهة الجزائر لو بالحرب التماثلية، يعني جيش مقابل جيش ما يقدرهاش، وهو يعي ذلك، هو يعي أنه ما زال بعيد على هذا النقطة. لكن ضمانات لإعطاء الضمانات لو يستطيع رضوان لاستطاع في 63 في حرب الرمال، لاستطاع في 2005 و2010 في 2020 نعم 2021
لكن اليوم لديه ضمانات بأن الجزائر لن لأن الجزائر أيضا تحت ضغط تحت ضغط دولي دول متخوفة مما قد تقوم به الجزائر من أي إجراء، وهذا في حد ذاته راهو كما قلت لك راهو عقاب للمغرب، لأنه راهو ينتظر في العقاب، هو دوك على باله جاي عقاب، ولكن بأي طريقة وبأي كيفية وبأي وسيلة هنا اللي خلاته راهو ينتظر، ما شفنا حتى رد فعل ولكن رسمي. ولكن أردوغان لازم نأكدوا أنه ينتظر وهو متوتر وقلق يعني وخايف ارتباك. انا شفت منذ امس يعني الاعلام المغربي راه في حاله من الارتباك، خرج لك ألف مبرر كل واحد واش راه يحكي، ولكنها دخلنا في عمليه تضليل اعلامي مغربي. المشكل لدينا الذي يجب ان ناخذه بعين الاعتبار وهو هذا التضليل راهو بالتعاون مع عدد من الحلفاء، مش حاب نذكر عدد من القنوات وعدد من الجرائد العالميه ومنها العربيه اللي راهي متحيزه الى الروايه المغربيه. لهذا لازم جماعات الضغط الجزائريه اللوبيينغ الجزائريه لازم يتحرك. لدينا جاليه في كل جهه. نعم عندنا 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 شعب في كل دوله. لا شوف تذكر جيدا اخي محمد حكيت هذه التيجانيه ربما الخليفه العام راهو نفس عليهم واعطى فرصه وثيقه للسلطات الجزائريه لايجاد حلول. لكن هذا الامر لن يطول، ما تقدرش تتحكم في 500 مليون شخص. صحيح. من الصعب يخلطوا لك المغرب من الداخل. صحيح. لانه عندهم امتدادات حتى في المغرب، وهذو اللي قتلوا ينتميوا الى هذه الطريقه. عندهم امور كثيره تخلي هذا النوع من التضامن والوحده، وحتى الدول المتواجده نيجيريا وحتى نيجيريا اليوم دوك الضغط يصب على السلطات النيجيريه التي ستضغط من جهتها على المغرب. المغرب دوك واش راهو يعيش؟ راهو صنع لنفسه، هو دخل نفسه في عزله. نعم. وبدا يدخل فتح على نفسه أبواب جهنم. إذا نديروا فاصل أستاذ رضوان ثم نعود للنقاش. العودة دائما للخلفيات، أنا ماذا بيا نتكلم عن الخلفيات، من هي الجهات التي مدى بها يعني أنه أو تعطل هذا الدور الريادي للجزائر؟ رئيس الجمهورية ما قال أننا قوة ضاربة، نحن أنا شخصيا قلت بأنه صحيح الجزائر قوة ضاربة، وهناك من الدول من خلال العودة الدبلوماسية على المستوى ملفات الجزائر من 62 إلى يومنا هذا هي قوة ضاربة يعني، وهناك ومزعجة للمغرب. نعم مزعجة لدول لا تريد للجزائر أن تؤدي دورها الطبيعي في المنطقة. إذا فاصل قصير ثم نواصل النقاش مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، مرحبا بكم مجددا في البلاد اليوم للحديث على هذا الاعتداء الجبان الذي قامت به السلطات المغربية، هو بمثابة إرهاب دولة. دولتنا قالت بأنه الاعتداء هو إرهاب دولة، نحن نقول أنه إرهاب دولة، ونحن نثق فيما تقوله دولتنا ورئاسة الجمهورية باعتبار أنه عندها من المعطيات الكافية اللي يخليها تصدر بيان دقيق وجامع مانع بالتعريفات الأكاديمية، جامع مانع يعني فيه كلمات مفتاحية دقيقة جدا. نحن نناقش الموضوع خلفيات الاعتداء هذا وأبعاده رفقة دكتور رضوان بوهيدر وأستاذ للعلوم السياسية، وهو كان يتحدث قبل قليل على دور يعني الطريقة التيجانية اللي عندها امتدادات في العالم، 500 مليون غير في إفريقيا وموجودة في الجزائر في المغرب في تونس في كثير من الدول. الآن الخلفيات أستاذ رضوان، ما هي الخلفيات؟ لماذا أقدم المغرب على هذا العمل هذا؟ لا هو عمل مثل هذا في أي دولة ربما ما تكونش عندها الحكمة وما تضبطش نفسها منذ البداية ولا تملك ولا مباشر. سامحني رضوان، ولا تملك قرارها ما دامت تنفذ أجندات. صح. أجنبية، أنت لا تملك قرارك. صح. فعليك أن تتحمل مسؤوليتك. صح. ومن جهتنا أيضا بالنسبة إلى الجزائر ربما بلد آخر
كل الولايات المتحدة صارت لها مع المكسيك ولا ربما رد فعلها ما يكونش كما الجزائر ببيان ولا بطريقة مباشرة، كل واحد وكيفاش طريقته للرد وطريقته للعقاب. والمغرب المغرب دارت سيناريوهات لما تقوم بهذا العمل، ما هوش عمل معزول قلتها في البداية أخي محمد، هو عمل غير معزول ومخطط له، يعني راك مدير حسابك ومدير كل السيناريوهات وكل الاحتمالات لرد فعل الجزائر بما فيها الرد المباشر الميداني العملياتي العسكري، وهي تريد أن تجر الجزائر وتستنزف الجيش، هي تريد أن تربك الجزائر. أنت لما الجيش تاعك يتحرك نحو الحدود الغربية راك أربكت الجزائر. إحنا رانا لهين في المحليات وتنمية اقتصادية وأمور وعودة قوية على المستوى الخارجي، ملف ليبيا ملف مالي إلى آخره، وهذا الملفين موراهم فرنسا، فرنسا تراجعت عن هذا تونس الملف كذلك. أكيد لا، الجزائر راهي داخلة في ملفات تعيد الملفات الإفريقية للطاولة الإفريقية، هذا أصبح يزعج عدد من القوى. وش نستعمل اليوم؟ نستعمل المغرب، مادام المغرب دوميا ولا ماريونات كما يحركوه يتحركوا، نعطيو له ضمانات قال له ما عطاو له لازعاج لازعاج الجزائر لازعاج وجرها وجرها نحو قال والشيطان صوره الجزائر. هما دائما يردوا كتا الشيطان وهما الناس ملاح كما مقبل كنا نشوفوا في الناطق الرسمي باسم الحكومه مازال يهضر على حسن الجوار، يقتل لك مواطنين جزائريين ويقول لك حسن الجوار، انت حاول انك تفهم. لو لكن رضوان سامحني يا استاذ رضوان، قضية حسن الجوار هذه اللي مازال المخزن يتكلم عليها، في تقديرك أستاذ رضوان هل السلطات الجزائرية كانت ستتخذ مثل هذه القرارات، قطع العلاقات، منع الطائرات من التحليق في الأجواء الجزائرية، قطع أنبوب الغاز، هل كانت ستتخذ مثل هذه القرارات لو لم يرتكب المغرب جريمة لا تتقادم؟ وربما السلطات ماشي ربما متأكد أن السلطات الجزائرية لم تكشف كل شيء للرأي العام يعني. صحيح، لا هي دولة نذكره في 94 وقعت قطع علاقات لاتهام المغرب بأن الجزائر كانت وراء التفجير في المغرب، ما عندنا حتى فايدة فيه، قطعنا العلاقات وبسلامة تربح، ولكن ان تصل الجزائر الى قطع العلاقات يعني اتخاذ اجراءات ردعيه كبيره جدا، ما هي الجريمه التي ارتكبها المغرب؟ هو دعم الارهاب، مع الاول كان يدعم الارهاب، دعم الارهاب لخلق نوع من الفتنه والضرب في استقرار الجزائر وهي جريمه لا تغتفر، دعم حركه الماك وحركه رشاد، احنا عندنا حركتين ارهابيتين انت تعطيهم الاعلام تاعك كمنابر وتستقبلهم الى اخره، بالاضافه الى ذلك الجزائر خرجت البيان تاع قطع العلاقات واكدت هذه الامور حتى من طرف المجلس الاعلى للامن لما اجتمع وقرر قطع يعني غلق المجال الجوي لاسباب عدوانيه، تسمى راك تتعامل مع عدو، هذا المغرب اصبح تهديد. اليوم المغرب انتقل من مرحله دعم الإرهاب، رجع هو الإرهاب في حد ذاته، نعم. هو اللي راه يمارس في الإرهاب ضد الجزائر، لكن نعاود نقولها لديه الضمانات لأنه ما عندوش شجاعة، هو نظام جبان يعني ما ولكن هل ماكسيموم تاعو في الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذه الضمانات تكفيه في العلاقات الدولية؟ هذا في العلاقات الدولية جمال أستاذ رضوان، في العلاقات الدولية ما كاش صديق دائم وعدو أبدي عنه. لا أكيد هو ربما ينتظر. ولا ترى أستاذ رضوان أنه كما تملك المغرب علاقات مع فرنسا، الجزائر كذلك تملك علاقات مع فرنسا، وعندها فرنسا وقد تفاوض وتساوم وتبتز، نعم، وعندها ومن حقها اليوم أن تساوم فرنسا في ملفات عديدة، نعم. أنا أقولها لازم يكونوا براغماتيين، نجاوزوا مرحلة خلينا من العاطفة في العلاقات الدولية أخي محمد، هذيك ما نبقاوش لا للحرب ولا لا، كون جاء كل عائلة هذوك اللي ماتوا من أبنائهم أعتقد أنه الأمر مختلف، لأنه يعني شفت بعض الزملاء سواء أساتذة ولا حتى إعلاميين راهو يقول لك الناس ماهيش فاهمة الحرب صعيبة، لكن ما تخليش واحد أنه يعتدي عليك أو اعتداء على الجزائر لما يقتل لك مواطن ومدني وفي حالة سلم، ماناش في حرب مع المغرب، يعني ما عنده حتى مبرر في القانون الدولي أنه حتى في حالة حرب عباد في حالة الحرب وممنوع يعني اتفاقية جنيف يعني تمنع قتل المدنيين، حكمهم أسرى كما دوك كانوا قادرين، راك شاك فيهم شيء يا اخويا احكمهم أسرى
قدمهم للعدالة إلى آخره وتظهر الأمور. أنت رحت قصفت مدنيين وطائرة بدون طيار والله أعلم وش داروا تاني وما منتظر أيضا لأنه اللي ارتكب جريمة مثل هذه أنا كما قلت لهم ما رحش تكون الجريمة الإرهابية الأخي خلاص دوك راك تتعامل مع دولة إرهابية دولة إرهابية. وعندها سواء كانت القاعدة وعندها سوابق طالبان مصنفة إرهابية ودولة عندها سوابق لا هي عندها سوابق خاصة مع الجزائر نعم لا هي دوك في الدهنية تاعهم مازال عندهم واحد الأمور أنه تيندو في تاع المغرب نعم. ولذا بيان الرئاسة قال الاحتلال المغربي التوسعي صح لأنه يريد بالفعل لا شوف هذا البيان مدروس جدا ويعني صدر بعد 3 أيام يعني كانت لديهم المعطيات الكافية لإدانة المغرب هما ما همش ومع ذلك كان نقطة جد مهمة ما لازمش نتجاوزها في البيان أنه في انتظار تحقيقات طبعا دوك الجزائر قد تلجأ إلى هيئات إلى دولية نعم. لتحقيق مش الجزائر ربما فقط اللي راح تحقق نعم. لكن لدينا تحقيقاتنا الأمنية اللي نعم. ممكن تزيد نجمع من خلالها المعلومات ومعطيات أكثر دقة حول ما حدث لتقديمها للرأي العام الوطني والدولي الوطني نعم. والدولي حتى الهيئات القانونية الدولية أكيد لا الجزائر ستتخذ إجراءات أنا في اعتقادي في هذا الشأن لأنه الجزائر ما هيش من نوع المتسرعة وتقتلنا تاني دوك نحاربك ونتيري لأنه بهالطريقة تمسح المغرب ما عندهش يمكن نحن ربما كيان صهيوني حزب الله ما قدرش عليه قطاع غزة ما قدرش عليه نعم وعمره ما دار حرب خارج أرضه بآلاف الكيلومترات تسمى المغرب راه غلط في حسابه بالدارجة المغرب راه مدير حسابه حسابات وراه غلط فيهم كما دار مع الأول كان ينتظر في بعض الدول العربية أنه تدعمه ماليا إلى آخره وهي هذيك الدولة يحصل في حرب اليمن نعم. في حد ذاتها صحيح يعني هذه الغلطة اللي دارها وهذا دليل على التخبط غباء سياسي زائد تخبط داخلي يعني النظام المغربي اليوم أنا أعتقد وبدأ يدق في مسامير النهاية تاعه نتمنى ذلك أستاذ رضوان نتمنى للشعب المغربي طبعا صحيح ليتحرر هذا الشعب نعم صح. احنا أستاذ رضوان هناك واحد البعد الآخر ثاني هو هناك يعني اليوم الجزائر تلعب دور مهم جدا في الوقوف حجر عثرة أمام تطبيع إفريقي أمام صح. تغول وتوغل صهيوني في إفريقيا صح. الجزائر اليوم تلعب دور كبير جدا هل في تقديرك الاعتداء اليوم هو بمثابة الضريبة التي تدفعها الجزائر بدماء أبنائها لهذا الموقف لماذا بي الشعب الجزائري فهمه مليح يعني لا بالفعل الجزائر كانت ولا زالت وستظل في كل الظروف ضد أي تطبيع على الأقل جزائري لكن أنك تجيب الصهاينة تحطهم على الحدود هذا أمر غير مقبول يعني تدير علاقات مع الصهاينة ربي سهل هذه باش نكونوا واضحين حاجة تخص المملكة المغربية كما الولايات المتحدة ندير علاقات ما عادش نقطعوا علاقتنا مع الولايات المتحدة لكن انت راك جايبهم على الحدود قياس المغرب على الولايات المتحدة الأمريكية قياس لا ما فهمت حتى من ناحية العلاقات الدولية نعم باش الناس تفهم باللي ما وأكيد الجميع راه فاهم هذه النقطة باللي احنا ما قطعناش العلاقات لخطر داروا التطبيع ربي سهل على التطبيع لكن انك تستخدم ذلك التطبيع في حرب إلكترونية انك تجيب مراكز للمركز لصناعة الطائرة بدون طيار كاميكاز نعم. إسرائيلية تستعمل بيجاسوس نعم. لتجسس نعم. مع العلم الولايات المتحدة صنفته قبل أيام قليلة محظور يعني, نعم. يعني القائمة السوداء نعم. يعني المغرب راه بدأ يدخل في عزم عندك نعم. الولايات المتحدة كلها واش معناتها باللي انت راك مصنف تستخدم تطبيق راه في القائمة السوداء تاع الولايات المتحدة نعم. ماهيش فرنسا ولا ألمانيا مع نعم. احترامنا لهذ الدول نعم. لكن تبقى الأخرى الولايات المتحدة معناها ممكن جدا تسلط عليك عقوبات يعني. أكيد لا دوك كل شيء راح يكون المغرب راه تحت ضغط الجزائر راهي تحت ضغط لأنه أكيد وسطات كثيرة تحاول
ضبط نفس الجزائر، لأنه أي شيء ممكن في هما على بالهم باللي حادث كما هذا رد فعل قادر يكون قوي من طرف الجزائر وغير منتظر، ويقدر نعم ويقدر يكون سريع جدا يعني، ويكون لا هو راح يكون سريع لكن بأي طال العقاب راح يكون وراح يكون سريع بإذن الله، لأنه هذا دم شهداء، والجزائريين في تاريخهم يعني عمرهم ما يعني سمحوا في دم شهداء كل شيء طبعا، غير قولوا دم الشهيد راهو في رقبتك وشوف بعد النتيجة كما بن بلة قال فقط كلمة حقرونة هنا في 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 صاب الناس ترفد سلاح وهبطوا للصحراء لما المغرب حاول يعتف 63 يعني، فما بالك أنت أبنائك راهم قتلوا مدنيين من طرف المخزن وراك على بالك شكون اللي قتلهم وبأي طريقة وحشية في هذاك الوقت. أستاذ رضوان محندو الحاج كان مع أيت حمد لفافاس، كان أنت تعرف قضية أيت حمد ولفافاس والمشاهد الكريم يعرفها صح، فوش قال؟ قال ألقى سلاحه وتوجه مباشرة إلى الصحراء صح، يعني قال لأنه كيان الدولة مهدد اليوم صح صح. لا شوف هذه أو هذا شيء آخر لازم تحطوا عليه، المغرب اليوم هو ينتظر في ردود فعل جزائرية، خطر تعودنا في بعض المواقف تلقى حزب يهضر هك حزب واحد اخر واحد صامت، لانه في هذه الامور اسمح لي نقولها الحياد يعتبر خيانه طبعا ها. طبعا وهذا الحياد، اما الصمت واحد صامت انا نعتبره متواطع ماشي خائن نعم متواطع معنا الحمد لله. الجبهه الداخليه اليوم في الجزائر لا الحمد لله انا شفنا وكانه موقف واحد, رغم نعم. الاختلافات نعم. رغم كل وش عندنا ازمات نعترف كاين ازمات هذا نعم. شيء ولكن داخلي يخصنا لكن لما يخص الامر بامن الجزائر وامن الجزائر ودم الجزائريين اعتقد انه الموقف واحد في الاعلام نعم في الاحزاب نعم. لغايه الساعه ما تم اصداره المجموعات البرلمانيه كذلك نعم. المؤسسات ايضا نعم. انا سمعت باللي المكتب البرلمان يعني الغرفه السفلى يعني المجلس الشعبي الوطني قد اصدر بيان يدين يعني على الاقل المغرب راهو هذا عقاب لانه هو واش ينتظر دائما فتنه هذا وكان هذا لكن راهو يشوف في وحده باش تكون باش تواجه 45 مليون جزائري ماشي حاجه سهله بالنسبه الى المغرب. استاذ رضوان الحديث على القضيه مازال يتواصل اكيد اكيد وسيطول ربما وعندها تداعيات يعني في انتظار العقاب نعم، وحتى في وسائل الاعلام الدوليه سيطول كذلك، نتمنوا انه الجزائريين يتحركوا عبر العالم للوقوف مع دولتهم ومع والحذر فقط اخي محمد نضيف لك هذه من التضليل الاعلامي اللي راهو يمارسوا المغرب عبر وسائل وحتى الاعلام وحتى بعض الامتدادات تاعو العربيه وحتى الاجنبيه اكيد انا شفت بعض الجرائد المعروفه يعني عربيا كبيره جدا في لندن الى اخره دون ذكرها راهي تتحدث وكانها نطق رسمي باسم المغرب، ولذا بد على الجزائريين في الخارج أن يتحركوا للوقوف مع دولتهم ومع شعبهم ومع صح. سيادة بلدهم صح. دكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية أشكرك جزيل الشكر، شكرا لك أنت، الحديث معك شيق مشاهدينا الكرام، برامج البلاد متواصلة ما أنا فألقاكم غدا، إلى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.